إيمان، شحال من عمرك يا إيمان؟ كانت 20 سنة. اش مدينة يا إيمان؟ بركان. بركان، مزيان. عازب ولا فيس فيك الزواج؟ لا لا، عازبة. عازبة. إيه، شو المستوى الدراسي ديالك؟ ولا إعدادي. فاش خدامة؟ ما خدامش، أختي عيد الدار صافي. ربات وبعت. واخا لاله. لاله ايمان، كتقبلي التعدد؟ لا، التعدد ما قبلوش. تقبلي تعيشي مع عائلة الراجل؟ مرحبا، كان حتى شي مشكل. انتي محجبة؟ كلبس لباس شرعي. ايه، باغا ديري النقاب؟ عندك شي مرض كداوي عليه؟ لا، الحمد لله ولله الحمد، في صحة جيدة. الراجل اللي بغيتي تزوجي بيه شحال بغيتي يكون في العمر ديالو؟ 29 سنة حتى 35. ايه، هذا الراجل هذا بغيتي يكون دوا من بركة ولا من النواحي ولا منين ما كان؟ المهم انا يا رب من النواحي ما يكونش بعيد عليا بزاف وصافي، وفي المكتب الله سبحانه وتعالى هذاك هو الخير. الا كان مطلق وعنده وليدات؟ لا 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 اختي، بغيتي يعازب؟ لا، اي ان شاء الله باذن الله. ايه، واخا اختي. الا كانت فيه شي بليه كيكمل تتعاطى شي حاجه مثلا؟ من الاحسن هو ما يكونش مبلي، ولكن الا كان مزيان وكان يعني متدين الحمد لله، يعني فما كان كيخاف الله سبحانه وتعالى، ما ماشي مشكل هكا كارو مع الوقت، يعني ما عنديش مشكل. ما عندكيش مشكل، صافي اختي، الله ما يسر. خليني معلوماتك في الواتساب. يلا يلا صافي، شكرا.